اسمع النبي الصادق، والله تخلي بالك من الحديث ده عشان تعرف انت رايح فين. وسامحني ان كان الكلام قاسيا شيئا ما، لكني ورب الكعبة اخاطبك خطاب القلب للقلب، واحدثك حديث الروح للروح، فانت والدي وانت اخي وانت ولدي وانت امي وانت اختي وانت ابنتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه ابن ماجه والبيهقي بسند صحيح من حديث ثوبان أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. الله أكبر، والله تخلي بالك من كل لفظة، والله تخلي بالك من كل كلمة. أنت متصور معايا البلاغ والبيان النبوي ده؟ بيقول عليه الصلاة والسلام: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء. حسنات كالجبال، كجبال تهامة، وحسنات بيضة زي ما جبال تهامة جبال بيضاء. لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء فيجعلها الله هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعمالنا يا أرحم الراحمين. خلي بالك، فيجعلها الله هباء منثورة. فين الحسنات اللي كانت كأمثال الجبال؟ ولا حسنة، كل ضاع، كل راح. يا رب سلم. فيجعلها الله هباء منثورة. انت شفت القطن حينما تذروه الريح؟ شفت الصوف المنفوش الممزق حين تذروه الرياح الشديدة؟ شفت الريش؟ فيجعله الله هباء منثورا، ملوش وجود، ملوش قيمة، ملوش أثر. يا الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم. يا الله، ده من الأمة، ده من المسلمين. لا، وشوف الوصف اللي جاي: أما إنهم إخوانكم ومن أمتكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. ده بيصلوا الليل، ده بيقيموا الليل كمان، يعني مش بيصلي الفروض وفقط، لا، ده بيصلي الفروض وبيقيم الليل. دول هيجوا بحسنات أمثال جبال تهامة، يجعلها الله هباء منثورة، ملهاش وجود ولا قيمة. ليه؟ ليه؟ اسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنهم منكم، إنهم من أمتكم، أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هي دي، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذا أغلق على نفسه باب غرفته، وأغلق النافذة، وأغلق الباب، وأرخى الستائر، وخلى بربه، تجرأ عليه، وبارز الله بالمعصية، وانتهك حرمات الله جل جلاله، يبحث بالريموت عن فيلم داعر، ويدخل على المواقع الإباحية ليقضي الليل مع فيلم ساقط من أفلام الزنا، أو يخطط لانتهاك حرمات الله وللوقوع في معصية الله، وهو يعلم يقينا أن الله يراه. إن كنت تعتقد أنه جل وعلا لا يراك فقد كفرت بالله. إن كنت تعتقد أنه جل وعلا لا يراك
وأنت في خلوتك فقد كفرت بالله، بل فما أعظم كفرك بالله جل وعلا. وإن كنت تعتقد اعتقادا جازما أنه جل وعلا يسمعك ويراك وأنت متجرئ على انتهاك حرماته، فما أقل حياءك من الله جل وعلا، وما أعظم جرأتك عليه تبارك وتعالى. إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب من خلقي وبالعصيان تأتيني، فما قولي له لما يعاتبني ويقصيني، لما يعاتبني ويقصيني؟ ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الله يسمعك، الله يراك، الله مطلع عليك، الله يراقبك، الله يراقبك، الله يسترك مرة ومرة ومرة. لكن اعلم بأنه جل وعلا، اعلم بأنه يمهل ولا يهمل.